السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في الحلقة الأخيرة من Redis as Primary Database، كانت الحلقة الثالثة، إنه هي حلقة آخر حلقة، لكن إجانا بعض التساؤلات المهمة بتخلينا نسوي كمان حلقتين. الآن الحي الحلقة أحد الإخوان سأل، طب Transaction، نحن عندنا في الـ Relational Database في شيء اسمه Transaction، والترانزاكشن عمليا في البيزنس ابلكيشنز هو من الاشياء الضروريه حقيقه. طيب كيف ممكن نحن نسوي ترانزاكشن في ريدس؟ ريدس فيها ترانزاكشن، وكنا شرحنا في فيديو سابق عن الترانزاكشن بشكل كامل وايش الفيتشرز اللي فيه الى اخره. لكن من النقاط اللي لازم ننتبه فيها لازم ننتبه عليها في ريدس انه ترانزاكشن ما فيها رول باك. وفلسفة جماعة ريدس في موضوع الرول باك أنه أصلاً ما في داعي للرول باك في ريدس، وإذا صار مشكلة أثناء التنفيذ فهذا سبب بق في الكود. يعني مثلاً بق في الكود إيش يعني؟ يعني مثلاً أنت عم تحاول تضيف، عم تسوي increment operation على string فبيضرب error، هذا بق، روح صلح الكود بعدين ايش تعال اسال عن رول باك. لذلك ما في شيء اسمه رول باك. ويضمن لك ريدس، يضمن انه لا يمكن تنفذ عمليه اخرى اثناء تنفيذ الترانزاكشن يلي هي بتجي بين مالتي كوماند واكزيك، مالتي واكزيك. لذلك الترانزاكشن في ريدس هو شيء مضمون. طيب كيف ممكن ننفذ الترانزاكشن عن طريق الكود، عن طريق سي شارب؟ خلونا نشوف نحن المثال تبعنا اللي هو الابليكيشن البسيط اللي نحن سويناه اللي هو عمليا في برودكتس وعندنا اوردر. الان نحن كنا سابقا لما نضيف اوردر جديد ما كنا ننقص من الكوانتيتي تبع البرودكت الاصلي، لذلك رحنا ضفنا ايتم جديد او ضفنا فيلد جديد على البرودكتس اسمه كوانتيتي. طبعا هذا ضفناه عن طريق ريدس انسايت، شوف السهوله، بنقول له اسم الفيلد وفاليو ومنضيف. لذلك انصح الجميع انه يستخدم ريدس انسايت اثناء العمل مع ريدس. المهم ضفنا، فمثلا نحن قبل عندنا هون 190 الكوانتيتي، مثلا هون الاورنج عندنا 234، اتوقع هاي البنانا عندنا 100. فلذلك نحن ضفناهم في وان ترانزاكشن. شلون ضفناهم في وان ترانزاكشن؟ الان لاحظوا هون هذا الكود السابق اللي هو بيشرح كيف نضيف اوردر جديد، ما بهمنا، اللي بهمنا هو صراحه بين هدول السطرين او بين هدول الكومنتس، تو كومنتس، الكرييت ترانزاكشن والاكسكيوت. نحن هون عم نقول له كرييت الاوردر حقيقه، كرييت هون الفيلدز، يعني جهزنا هون الداتا وبعدين هون قلنا له كرييت الاوردر. وبعد ما تسوي كرييت للاوردر سوي ديكريمنت operation على البرودكت اللي تم اختياره من قبل الاند يوزر. كم ايش هو الفيلد اللي راح ينقصه؟ هو الكوانتيتي. ايش الفاليو؟ الكوانتيتي يلي اختاره الاند يوزر. فبهيك بيكون ترانزاكشن. ريدس تضمن انه هدول التو اوبريشنز سيتم تنفيذهم مع بعض، ما في رول باك، لانه المفروض هاد وهاد ما يعطوا ايرورز. إذا بدي أعطي هذا ايرورز فهي الكوانتيتي ما هي انتجر، ما هي فاليو، ما هي رقم. لذلك وما راح يصير أي اكسكيوشن لأي كوماند أثناء تنفيذ هاي العملية. طيب هاي جميل. خلينا نشوف الاكسكيوشن. الآن نحن مثلا عندنا بنانا 100، خلينا نجي لهون على الأوردر ونقول له راح نضيف أوردر جديد بنانا وراح نختار 5 كليات. آد. فهيك ضفنا واحد جديد، لو سوينا ريفريش راح يصير 95. هيك بيكون تأكدنا انه العمليات اللي نحن هيك استخدمنا ترانزاكشن. السؤال الثاني بيقول، او مو السؤال الثاني، القسم الثاني من ترانزاكشن يلي هو استخدام لوا سكريبت. لوا سكريبت هو كمان حكينا عنه سابقا، هي سكريبتنج لانجويج معموله في البرازيل، يمكن هي اول لغه بشوفها معموله خارج امريكا لحسن الحظ، يمكن معموله في احدى الجامعات في البرازيل. لوا سكريبت هي من احد اسرع اللغات البرمجيه في العالم، لذلك يمكن ريدس مختاره. ممكن انا انفذ مجموعه كومنتس باستخدام لوا سكريبت، والكومنتس اللي تنفذ في لوا سكريبت باي ديفولت هي تنفذ ضمن الترانزاكشن، وكمان ريدس يضمن لك
نفس اللي يضمن لك لما تسويه بالكود او عن طريق مالتي اكسك. لكن استخدام لوا سكريبت بيعطينا شويه فيتشرز اضافيه، مثل لو انا بدي اسوي تشيك على الفاليو تبع الكوانتيتي تبع البنانا انه ما هو اصغر من الكوانتيتي اللي سلكتد من الاند يوزر. مثال يعني يمكن هون ما تكون افيلبل، او هي افيلبل خارج الترانزاكشن، ننتبه في الكود خارج الترانزاكشن. اللوا سكريبت كمان احدى ميزاته انه هو بتنفذ وين؟ على السيرفر مباشره، وبالتالي هو اسرع واضمن. طبعا الدوكيومنتيشن تبع اللوا سكريبت موجود على لوا، وممكن تشوفوا بعض الامثله على موقع ريدس نفسه. هو جدا بسيط، في عندهم شيء اسمه ريدس دوت كول، وبتعطيه الكي وبتعطيه الفاليو بشكل جدا بسيط، وتمرره الباراميترز ايضا بشكل جدا بسيط. هذا باختصار عن التساؤل حول وجود الترانزاكشن مع العمليات اللي عم ننفذها على ريدس از برايمري داتابيس. ان شاء الله لنا حلقه اخرى عشان نجاوب على سؤال جديد، هو سؤال صراحه مفيد جدا ونستخدمه بقوه وبكثره في ريليشنال داتابيس. السلام عليكم ورحمه الله.